أهلا بحضراتكم مشاهدين. هنعرف النهاردة كل تفاصيل المنتدى الحضري العالمي اللي هيتم في مصر الفترة اللي جاية مع معالي وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض. أهلا بحضرتك معالي الوزير. أهلا بيك. أولا عايزة أشكر حضرتك على استقبالك لينا داخل الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. أهلا بيك وأهلا بقناة أم تي في. حابة أبدأ مع حضرتك كلامي عن المنتدى الحضري العالمي. النهاردة احنا مصر هتستضيفه، ويمكن ناس كتير جدا مش عارفة يعني هو عبارة عن إيه، فلو تقول لنا المنتدى عبارة عن إيه وإيه الهدف منه؟ المنتدى الحضري العالمي كان دي أكبر منصة عالمية لمناقشة التطوير الحضري المستدام. ويمكن المنتدى بيتعمل كل سنتين في مكان. الاختيار وقع على مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية، وأهمية المنتدى ده ان هو بيبقى فيه رؤساء دول كتير ورؤساء حكومات، بيحصل مناقشات كتير وتبادل خبرات في التنمية الحضرية المستدامة. كمان بيكون من أهميته برضو ان هو يعني المنصة دي نفسها بيبقى فيها تجارب كتير، بيبقى ممكن ان احنا من خلال المنتدى يبقى عندنا عدد كبير من الاستثمارات، بيبقى عندنا مبادرات ممكن نعملها مع بعض المنظمات. استثمارات. المنتدى في برضو من أهميته إن هو بنقدر إن احنا من خلاله نبرز الأعمال اللي حصلت في الوقت اللي فات ده كله، في العشر سنين اللي فاتوا في التنمية الحضرية في مصر. قصاد العالم كله. إذا كان في مجالات مختلفة، إذا كان في المدن القديمة، في المدن الجديدة، في العشوائيات، في حياة كريمة، في تنمية الصعيد، كل دي شغل اتعمل في التنمية الحضرية المستدامة واحنا بنبرزه في المنتدى الحضري. ايه الموضوعات اللي بيناقشها يا فندم المنتدى الدولي بشكل عام؟ عندنا موضوعات مختلفة، موضوعات المدن الجديدة اللي ظهرت طبعا في الفترة الأخيرة دي في مصر، زي مدينة العالمين، العاصمة الإدارية، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة. ده هنبين في المؤتمر وفي المنتدى ده قد إيه إحنا وصلنا في المدن التطور اللي حصل في المدن الجديدة. إيه أهمية انعقاد المؤتمر ده في مصر بشكل عام؟ أهميته إن إحنا زي ما قلت لك إن إحنا بنبرز المجهودات اللي حصلت في مصر في الفترة اللي فاتت، زي مثلا تطوير العشوائيات، إن مصر دلوقتي بقت خالية من العشوائيات الغير آمنة والعشوائيات الغير مخططة. في شغل كتير جدا في كل المحافظات على تطوير العشوائيات، في أماكن كانت كلها عشش ودلوقتي أماكن تعتبر بقت سياحية كمان. فتطوير العشوائيات ده من الحاجات اللي احنا مفروض نتكلم عليها. كمان حياة كريمة مشروع مهم جدا، تطوير المدن أو بناء المدن الجديدة، التحول الرقمي أو الحوكمة في المدن، زي المدن بتقدر تتحدى تغير المناخ وتتحدى الزيادة السكانية. فدي تحديات بتواجه المدن دلوقتي، وزي المدن بتتعامل معها، دي برضو حاجات للمناقشة. كمان المرافق والبنية التحتية في المدن، في فرق ما بين ان احنا بنتكلم على تطوير المدن القائمة بالفعل. في تطوير كتير حصل في المدن القائمة، زي مثلا الكباري والطرق اللي اتعملت والمرافق، وفي بقى المدن الحديثة اللي بتتعمل جديدة أصلا. ففي فرق بين ده وده، ده برضو لازم نظهره. ممكن حضرتك توضح لنا إيه الفعاليات اللي هتتم خلال أيام المنتدى الحضري العالمي في مصر هنا؟ في اجتماع وزاري رفيع المستوى ما بين الوزراء مصر ووزراء أفريقيا، ويمكن الحدث ده يعني مهم بالنسبة لأفريقيا، لأن احنا في القارة الأفريقية فيها تحديات كتير، وده هيبقى مناقشة للتحديات دي. كمان احنا بنظهر برضو شغلنا وبنروج ليه، علشان بعض البلاد الأفريقية بتحتاج مننا استشارات في المشاريع، أو زي مثلا حياة كريمة، المشاريع اللي هي ممكن لسه تبدأ عنده. الفعالية التانية المهمة برضو ده في حدث للحكومة المصرية، والحكومة المصرية اللي فيه بتوضح المشاريع اللي بكلمك عنها دي وبتروج ليها. في معرض دائم بيوضح المشاريع اللي ظهرت في كل المحافظات وفي كل المدن، وده معرض قائم في الأربع أيام. في كمان طول الأربع أيام دي في رحلات يومية
لأربع أماكن مختلفة اللي هي حصل فيها تطوير، زي مثلا الأماكن اللي حصل فيها تطوير عشوائيات، زي الأماكن اللي فيها إسكان اجتماعي، مدينة زي جديدة زي العاصمة الإدارية، في رحلات للتطوير الحدائق أو زي الفسطاط، زي القاهرة الخدوية والقاهرة، الأماكن دي كلها يبقى فيها زيارات يومية، أربع زيارات يومية. في كمان في الكرور شعبي عشان يتفرجوا على، يعني نقدر نقول لهم الأحداث الفنية اللي عندنا. كمان في زيارات للمتحف، احنا هنحاول ان احنا بنركز في الاربع ايام دول ان ضيوفنا اللي موجودين عندنا يتفرجوا على كل الترفيه اللي موجود في مصر. يعني ايه دور الوزارة في المنتدى؟ هو المنتدى السنة دي عنوانه كل شيء يبدأ من النطاق المحلي، ودوت طبعا عنوان بيوري ان المحليات او العمل المحلي هو بنبدا منه، وبعد كده كل التنميه الحضريه المستدامه بعد كده بتنتج عن من المحليات نفسها. فطبعا كان الوزاره ليها دور كبير في الموضوع ده، كمان معنا وزاره الاسكان ووزاره الخارجيه، وبرضه مشاركه وزراء كتير جدا في المؤتمر. يعني احنا ممكن نقول ان من 10 سنين احنا كنا عايشين على 7% بس من يعني أرض مصر، ولكن النهاردة بقى فيه مشروعات جديدة كتير وتنمية موجودة داخل مصر كبيرة جدا في كل المحافظات، وبقينا عايشين على 14%. هل ده احنا هنبرزه بشكل كبير داخل المنتدى قدام يعني العالم كله؟ طبعا احنا المدن الجديدة اللي اتعملت في 10 سنين اللي فاتوا، يمكن ما فيش محافظة ما بقاش فيها مدينة جديدة. لو اتكلمنا عن الصعيد بنلاقي المنيا الجديدة، بنتكلمنا عن بورسعيد الجديدة، دمياط الجديدة، المنصورة الجديدة، في عندنا كمان العاصمة الإدارية، في العالمين، كل ده طبعا احنا كل دي تجارب ناجحة كبيرة جدا لازم ان احنا نبرزها، ويبقى في فعلا مجهود بيتعمل كبير من وزارة الإسكان مع وزارة التنمية المحلية ان احنا ازاي نتكلم على المدن الجديدة دي، وازاي المدن الجديدة دي برضو انها بتتماشى مع تغير المناخ، وتتماشى مع انها تكون ازاي تكون مدن ذكية، مدن متطورة جدا. كمان احنا برضو بنتكلم على التطوير اللي حصل كمان في المواصلات، في النقل، وفي الطرق، بنوريهم القطارات الجديدة، بنوريهم وسائل المواصلات الجديدة اللي عندنا، كل ده احنا اللي هي عندنا تطوير في جميع القطاعات. كل قطاع. ايه الرسالة اللي بتقدمها مصر للعالم كله خلال تنظيمها يعني منتدى ضخم وكبير زي ده، وبالتحديد ان احنا شايفين فيه صراعات موجودة في الشرق الاوسط؟ هو الرسالة اللي بتقولها مصر ان هي قوية، ان هي مستمرة في التنمية الحضرية المستدامة رغم كل التحديات اللي حواليها. وبالفعل احنا برضو كل المشاريع اللي عندنا مستمرين فيها وشغالين فيها رغم كل التحديات اللي موجودة. يعني مشروع حياة كريمة من أكبر المشروعات الحضرية اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وكانت بجد إنجاز كبير جدا يعني على أرض الواقع وفترة قليلة جدا. حضرتك شايفة إزاي مشروع زي مشروع حياة كريمة أثر على المواطن؟ هو غير وجه خالص الريف، والمواطن اللي كان عايش في الريف ما بقاش زي الأول خالص، بقى عنده كل الخدمات، كل المرافق، كمان ما بقاش محتاج ان هو ينزل المركز عشان يخلص ورقة او يسجل عقد او كده، كل الخدمات بقت موجودة عنده. ده احنا يعني تقريبا المرحلة الأولى كانت بتخدم 1470 قرية، واحنا في المرحلة الثانية هنكمل، وفي مرحلة ثالثة كمان. فحتى لو حتى الخدمات اللي هي زي المواقف، زي الأسواق، زي الحماية المدنية، زي الإسعاف، المجمعات الحكومية، المجمعات الزراعية، يمكن المواطن الريفي دلوقتي ما بقاش محتاج خالص انه ينزل المركز، كل الخدمات موجودة عنده. رأي حضرتك ايه في التنمية اللي حصلت في المرافق والخدمات اللي تمت بشكل كبير في المحافظات كلها الفترة اللي فاتت؟ كفاية ان احنا كنت بتسمعي زمان عن بعض القرى اللي ما فيهاش مية وما فيهاش كهرباء، احنا النهاردة في محافظات ارقام النسب اللي خدمة المية فيها والصرف الصحي بقت عالية جدا. احنا في عندنا بعض المحافظات الصرف الصحي والمية بيقرب من 100%،
احنا زمان كان في بعض المحافظات ما بيبقاش نسبة المية فيها 13 ولا 10%، وكرة كتير جدا كانت محرومة من المرافق. النهاردة لا، النهاردة الكرة اللي اشتغلنا فيها كلها في حياة كريمة اتخدمت صرف صحي ومية وكهرباء وغاز، فبقت ما بقاش في فرق، يعني قفلنا الفجوة اللي ما بين المدينة وما بين الريف، وده موضوع مهم جدا. يعني ممكن نقول ان احنا في سد الفجوات ده مشروع لازم نشتغل عليه. فاحنا اشتغلنا على سد الفجوة بين الريف والحضر، احنا دلوقتي كمان بنشتغل في مشروع مهم قوي اسمه تنمية الصعيد هنا في وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولي. ده برضو سد الفجوة ما بين الصعيد وما بين الدلتا وما بين المدن القرى الأخرى. يعني غيرنا برضو كتير قوي من مدن الصعيد، اشتغلنا كمان مش بس على المرافق ولا على التنمية، لكن اشتغلنا كمان على تكتلات الصناعية دي، ان احنا بنشوف ان كل قرية بيبقى فيها زي حرفة تراثية أو حرفة مشتهرة بيها، فإحنا بنطور الحرفة دي وبنطور التكتلات دي وبنعمل لها صناعة معينة، بنعمل لها مكان صناعي أو زي مصنع أو زي مصانع صغيرة، وبنبدأ نرفقها بنديها للتكتلات دي. زي مثلا في الصعيد عملنا تكتلات إنتاج العسل الأسمر، العسل الأسود يعني، في تكتلات تانية لمنتجات تانية زي مثلا الزهور العطرية. احنا بنشوف المدينة نفسها بتشتهر بإيه وبنبدأ نعمل لهم أماكن صناعية يقعدوا فيها ونرفقها لهم، وبنشوف هم محتاجين إيه، لو محتاجين معدات بنجيبها برضو. المهم إن احنا بنشجعهم وننمي الصناعة دي عندهم وندخل فيها كمان التكنولوجيا لو نقدر. وخدمة التكتلات دي في المدن الصعيد طبعا عملت شغل تمكين المرأة وعملت شغل اليد العاملة اللي موجودة، وكل شوية بتتطور. واحنا كمان كنا قبل كده شغالين يمكن في سوهاج والمنيا وإنا، النهاردة كمان شغالين في الفيوم، ودخلنا كذا محافظة تانية وأسيوط، دخلنا كذا محافظة تانية في مشروع تنمية الصعيد. معالي الوزيرة، ردود أفعال المواطن أكيد بتوصل لكم، يعني بعد حجم المشروعات والتنمية اللي حصلت الفترة الأخيرة بتكون ردود فعل المواطنين إيه؟ يمكن رد الفعل عن حياة كريمة كان رد فعل كويس جدا. كل القرى اللي دخلها حياة كريمة سعدة جدا بالمرافق اللي بقت موجودة، بالمدارس الجديدة، بالوحدات الصحية. احنا يمكن ما فيش حاجة في الكرة اللي خرجنا منها اللي هي المرحلة الأولى في حياة كريمة ناقصة أو مش موجودة، واحنا دلوقتي بنستعد للمرحلة التانية، والاستعداد بتاع المحافظات بيكون ان هو توفير أراضي علشان نقدر بعد كده نبقى جاهزين في الدراسة. لو في أي كارية محتاجة مدرسة أو وحدة صحية أو كده بتبقى الأراضي بتاعتها جاهزة. كل ده هنبرزه إزاي خلال المنتدى يا فندم؟ عندنا في بعض السيشنز اللي موجودة بتتكلم عن حياة كريمة كتير للمحافظات. في عندنا كمان في المعرض يوميا في عرض لكل كل محافظة ليها مكان بتعرض فيه المشاريع اللي كانت موجودة عندها، وطبعا بنوضح قبل وبعد كان إيه. ده بنبرزه في حياة كريمة. بنبرز برضو مشروع تنمية الصعيد، بنوريهم برضو المنتج بتاع التكتلات اللي قلت لحضرتك عليها دي. كمان بنوريهم مدن الصعيد دي التدخلات اللي احنا عملناها فيها كانت ايه، اللي كانت قبل ايه، قبل وبعد شكلها ايه. عندنا ده وزارة التنمية المحلية بتشتغل على مدن الصعيد، بتشتغل على الحياة كريمة كمان. كمان عندنا تطوير المدن القائمة اصلا، ده برضو بنبرزه. فزي ما بقول لك كده، في مكان في المعرض الدائم ده لكل محافظة، كل محافظة تتكلم عن الشغل اللي كان عندها في الفترة العشر سنين اللي فاتوا في تطوير المحافظة فيها، اسكات قرى أو مدن. متوقع كم زائر يا فندم؟ احنا يمكن عندنا لغاية دلوقتي 12,000 سجلوا، بس التسجيل مفتوح لحد يوم 31/10، فاحنا متوقعين ان التسجيل يعدي ال 20,000. المشروعات الجديده زي العاصمه الاداريه والعالمين الجديده هنبرزها ازاي داخل المنتدى؟ يمكن ده هتقوم بيه وزاره الاسكان. في محاضرات كامله عن العاصمه الاداريه والعالمين والمدن الجديده كلها، وطبعا احنا في الجدول يمكن
عندنا وزارات مختلفة، وزارة الإسكان موجودة متمثلة معانا، وزارة البيئة بتتكلم على تغير المناخ وده مهم جدا برضو عشان التحديات اللي بتقابل المدن في تغير المناخ. عندنا بعض السيشنز موجودة للتعليم العالي، بعض السيشن موجودة للوزارة الخارجية، يعني في وزارات كتير جدا متعاونة معانا، زراعة في وزارات كتير جدا معانا، في كمان صندوق التنمية الحضرية عشان تطوير العشوائيات، يعني صندوق التنمية الحضرية هو دور مهم جدا، دور مهم عشان برضو هيشرح ازاي طورنا العشوائيات في الجمهورية وفي كل المحافظات، وازاي قدرنا نعلن ان مصر خالية من العشوائيات الغير امنة. يعني معالي الوزيرة، حابة أروح مع حضرتك لجزء آخر، يعني أنا حابة حضرتك تكلمين عن يوم المدن العالمي. يوم المدن العالمي يوم 31/10 في اسكندرية وفي مكتبة اسكندرية يعني، ويمكن العنوان بتاعه بيتكلم عن دور الشباب في تغير المناخ، ومدعو لي عدد كبير جدا من الشباب من جامعة اسكندرية ومن الجامعات الأهلية وجامعات الخاصة اللي في اسكندرية، كمان عندنا ضيوف كتير جايين لنا من الأمم المتحدة. اليوم ده هنتكلم فيه عن تغير المناخ، ويمكن برضو هنبرز المشاريع المهمة اللي حصلت في اسكندرية، ويمكن من أبرزها اللي هي شبكة الصرف المطر اللي موجود دلوقتي في اسكندرية، دي من المشاريع المهمة جدا. نتوقع ان في عدد كبير من الرؤساء المحليات ورؤساء الدول هيكونوا موجودين معانا، وهيكون ان شاء الله في زيارة بعد المؤتمر يعني المدن العالمية، ممكن هيبقى في زيارة بعد كده للصوت والضوء في اسكندرية في افتتاحه في القلعة. معالي الوزير، احنا حابين ان احنا نستغل وجود حضرتك معانا ونتكلم على، يعني احنا الفترة الأخيرة سمعنا عن إلغاء الاشتراطات البنائية 2021 والرجوع تاني مرة تانية للقانون القديم، حضرتك شايفة ده بيسهل على المواطن ازاي؟ طبعا الاشتراطات البنائية اللي كانت ظهرت سنة 2021 كانت يمكن اشتراطات صعبة شوية، بتنفيذها على الأرض وجدنا ان هي صعبة على المواطن وصعبة كمان على العمران نفسه، يعني الناس اللي شغالة في العمران والبنى وكده. فاحنا عرضنا على سيادة الرئيس، وسيادة الرئيس مشكورا يعني وافق ان احنا نعمل تسهيلات للمواطنين وللناس اللي شغالة في العمران، وان احنا نرجع تاني للقانون القديم. ويمكن الاشتراطات دي كانت عاملة بعض القيود كده، ولكن هو دلوقتي بعد ما رجعنا لقانون البناء بقى الدنيا بقت اسهل، وده تسهيلا منه على المواطنين، يعني علشان يمكن اللي كان بيبقى عنده قطعة أرض في المدن القديمة كان بيبقى في الاشتراطات اللي اتلغت دي كان بيبقى صعب، مش مساعدة ان هو يبنيها او يستفيد منها بما فيه كفاية يعني، ولكن دلوقتي خلاص بقى الدنيا بقت احسن بكتير يعني بالرجوع للقانون. هل في تسهيلات تانية في قانون التصالح؟ قانون التصالح برضو احنا هو مش في القانون نفسه، القانون نفسه بالتغير كتير عن زمان، يعني القانون دلوقتي بقى سهل ومتطلبات المطلوبة من المواطنين سهلة، ولكن في اللائحة نفسها بعض التسهيلات ممكن تتقدم للمواطنين تسهل شوية الورق والإجراءات، وده احنا ماشيين فيه دلوقتي بنناقشه دلوقتي عشان يبقى فيه شوية تسهيلات في اللائحة ممكن ان احنا نزودها تساعد المواطنين شوية. كمان احنا هننزل حملة إعلامية كبيرة جدا مع الشركة المتحدة في الفترة اللي جاية دي، يمكن هتبدأ من الأسبوع الجاي، علشان في ناس كتير قوي مش فاهمة إن هي مخالفة، في ناس كتير مش عارفة يعني إيه تصالح، مش عارفة يعني إيه هي المخالفات. طيب حابة أتكلم مع حضرتك في موضوع آخر، واللي هو إيه آخر تطورات منظومة المخالفات؟ منظومة المخلفات هنقدمها برضو في المنتدى، لأن هي الشغل اللي احنا عملناه جديد في منظومة المخلفات عملت برضو بتساعد في المدن المستدامة الحضرية المستدامة، يعني احنا بقى عندنا دلوقتي في كل محافظة درسنا أنهي محافظة محتاجة محطات وسيطة، أنهي محافظة محتاجة مصانع تدوير، أنهي المحافظات اللي محتاجة مدافن صحية يعني، وبدأنا ان احنا حتى مصانع التدوير ما بقناش المحافظات اللي شغالها، بقينا بنعرضها للمستثمرين دلوقتي، وعملنا خطوات كتير جدا في الشغل ده مع وزارة البيئة، عندنا كتير اكتر من مستثمر في محافظات مختلفة خدوا المصانع دي. بالنسبة للمدافن، حتى المدافن نفسها برضو بقينا نخصصها،
وعملنا مدافن في محافظات كتير جدا. المدن زمان زي ما كنت بتشوفي كميات الكمامة كانت موجودة في الشارع قد ايه، كان يمكن ما عندناش في محافظات كتير جدا مصانع تدوير كمامة ولا مدافن للخارج من التدوير الكمامة. يعني دلوقتي كل حاجة في المخلفات بنستغلها، بننتج منها طاقة، بننتج منها سماد، بننتج يعني كل بنعمل لها إعادة تدوير. كل مدينة عندها دلوقتي مصنع وعندها مدفن، وكمان بنطرحهم للقطاع الخاص. ده برضو الأشكال التنمية الحضرية الحضرية صحيح. للمدن، وده برضو اللي هنعرضه يمكن في المنتدى، هنعرض برضو كمان في المعرض اللي هو موجود، المعرض المصري موجود طول اليوم. هنتكلم كل محافظة هتتكلم عن المحطات اللي موجودة عندها، عن المدافن، وهتقول ان كان برضو قبل وبعد قد ايه بنستخدم الكمامة دي، ان احنا بنعملها اعادة تدوير، بيجي لنا منها منتج بعد بنبيعه وبعد كده، يعني بيكون في عائد لكل محافظة. وده برضو اللي هنعرضه، كل محافظة هتعرضه على حدة في المعرض الدائم خلال المنتدى. هل المنتدى هيكون فيه افلام تسجيلية او حاجات بتبين يعني قبل وبعد، قبل التطوير وبعد التطوير؟ فعلا احنا الشركة المنفذة للمنتدى عاملة فيلم تسجيلي. طبعا الحضارة بتاعت مصر دي مش من بس يعني من زمان قوي، فبتبين من ايام قدماء المصريين. فيلم تسجيلي كويس جدا ماشي معانا من قديم الازل، يعني لحد ما اللي حصل اخر 10 سنين من ساعة تولي سيادة الرئيس، وفكرة التنمية المستدامة اللي كانت دايما هو بيحلم بيها، والتطور اللي حصل كتير في المدن المختلفة وفي كل المحافظات على المدار بقى ده كله. الفيلم ده بيورينا كل اللي حصل في مصر، حجم التطوير اللي حصل في مصر خلال ال10 سنين. معالي الوزيرة بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على يعني استضافتك لينا، وإن شاء الله يبقى المنتدى شكله حلو قوي، ويبقى بينقل صورة مصر للعالم كله بشكل يعني مشرف إن شاء الله. شكرا لك.